الرحمن الرحيم. سعدت الان ان التقي باحد اخوي الكرام في سوق نزوه. الاسم الكريم بدر بن خلفان بن سعيد بن راشد الرميض الاحول. الاسم الكريم احمد بن ناصر بن سالم العنقودي. الاخ بدر، من الذي شجعك لممارسه تجاره بيع الاسماك؟ والله الحمد لله، فعلا نشكر الله على الاضافه. بارك الله فيك. جزاك الله خير. زين والله هذه تحفه من اقدارنا. ما شاء الله. اي نعم. وعدتوا انتم يعني اباكم علموكم هذه التجاره. نعم. واستمريتوا عليها. نعم هذه التجاره. ما ابرز الاشياء اللي وجدتوها وتميزتوا يعني فيها؟ والله من خلال هذا العمل، من الذي استفدتوه؟ والله استفدنا كثير. من الصحبه الصالحه. جميل. بارك الله في الجماعه اللي حضر معنا. جميل. كيف ناحيه لقاء الناس وكذا، هل اضاف لكم مزيد من التعارف مع الناس؟ الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. هل ساهم هذا العمل في تعرفكم على انواع الاسماك ومعرفه الجيد والردي منها؟ والله واجد كثير ان شاء الله. نعم. كيف استطيع ان اميز ان هذه السمكه مثلا جيده وهذه غير جيده؟ والله ايش علامات معينه ولا شيء؟ تعرف الجوده، اول شيء جوده السمك يعني نعرفه من العيون. نعم. بعدين قلت ما الاصفر ولا الابيض. جميل. ما شاء الله. رساله ونصيحه تحب ان توجهها لمن يمارس تجاره بيع الاسماك؟ والله أتمنى يستمروا ولا يروح مثلا مكان بعيد والشوارع هذه. نعم جزاك الله خير. بارك الله فيك. أحسنت. الله يحفظك.